بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نكمل سلسلة من المحاضرات مقرر الميديكال والبكتيرولوجي البكتيرية الطبية ورقم المقرر B341 الذي يدرس لطلبة المرحلة الثالثة بكلية العلوم. معكم المتحدث دكتور محمد المعزني. اليوم سوف نكمل آخر محاضرات من هذا الكورس اللي هو About جرام نيجاتيف روز شابتر 13. جرام نيجاتيف روز يعني معناها العصيات السالبه لصبغه جرام. احنا اخذنا الانتروبكتريس الى اخره هنا، بينما تبقى اذر جرام نيجاتيف روز. احب ان اذكركم اعزائي الطلبه انه هذا الكتاب من المحاضرات اللي اخذت منه. هذه الكتاب سوري مايكروبيولوجي ثيرد اديشن من خلال ريتشارد هارفي. اوكي، المحاضره اخذناها احنا محاضرات، بس ايضا على ذاكرتكم اوكي. هذه contains أخذنا introduction to microbiology normal flora و pathogenesis of microorganism. okay، و diagnosis microbiology أخذنا باللاب بالمختبر، هذا بالمختبر بينما كل المادة نظرية. okay، و طرقنا من ثم إلى staphylococci و streptococci، طرقنا لكل نوعها بالتفاصيل. وذن جرام بوزيتيف روز اخذنا النايسيريا وانواعها، ومن ثم الجاسترو انتستينال جرام نيجاتيف روز. اوكي، شابتر 12، وعندنا شابتر وشابتر 13 ناخذ هو الاذر جرام نيجاتيف روز. اوكي زين. هسه سنذهب الى شابتر 13. شابتر 13 الأذر جرام نيجاتيف روز أوفر فيو. أورثو نوت، عندنا أورثو نوت بارت أوف كلوسي ريليتد فاميلي. ذا أورجانيزم كفرد إن ذيس شابتر دو شير تو سيجنفيكانت فيتشرز أوف ستراكشر أند فيسيولوجي. يعني هذا الشابتر طبعا مينا بهذا الفيجر رقم 1 classification of other gram negative virus. شو راح ناخذه؟ طبعا هنا شنو درسنا؟ بري ليفنج بكتيريا، بكتيريا معيشتها يكون حره لما تكون جرام نيجاتيف، واللي تكون كوكاي او تكون انتيريك روز العصيات المعويه، وطرقنا المحاضره السابقه. ثم عندنا شنو عندنا من ايضا يكون جرام نيجاتيف، ولكن شنو تكون ميزه؟ تكون نان انتيريك روز، يعني عصيات الغير معوي ايضا تكون جرام نيجاتيف. هنا تكون جرام نيجاتيف روز، لكنها تكون انتيريك معويه تشمل انتيروبكتريس عائله معويه، وطرقنا لشرشوكا ولايسال مولشكل الى اخره. بينما هنا تكون العصيات ايضا جرام نيجاتيف لكن تكون غير معويه، تشمل هذه الانواع. لكن احنا راح ناخذ الانواع يكون ماست كمن اكثر شيوعا. اوكي زين، هذه الفاميلي، هذه العائله يكون جرام نيجاتيف نن انتيريك جرام نيجاتيف روز، تكون شبيهة تكون نوت بارت اوف كلوزلي ريليتد فاميلي، عائله غير مرتبطه فيما بينها. يعني شنو نقصد؟ نقصد بانه عندما نقارن ما بين الانتيروبكتريس اللي اخذناها في الشابتر السابق مع هذه الفاميلي من ناحيه البكتيريا المعويه، شنو صفات تكون انتيروبكتريس ار كلوز ريليتد اورجانيزم، تقريبا تكون متماسك او علاقات مشتركه قويه فيما بينها كجينس او كسبيشيز، لكنها شنو يكون نوت كلوز ريليتد، يكون ما مرتبط، بمعنى اخر انه يوجد كثير من الصفات المختلفه ما بين هذه الانواع. فيست عندنا، لكن
شنو عندنا في هذه الكائنات؟ أولا they all have gram negative cell envelope، لكن عوامل مشتركة يكون من هذه الكائنات ما هي؟ يكون كلها تحتوي على gram negative cell envelope، غلافها أو جدار يكون gram negative and therefore contain lipopolysaccharide اللي يسمونه ال LPS، هذه تحتوي على من ال LPS، وهذا يعتبر شنو فيرنس فاكتور، عوامل ضارية. احنا عرفنا محاضرة سابقة انه من اي مميزات جرام نيجاتيف بكتيريا رويس هي تحتوي على اللايبوبوليساكرايد، ويعتبر هاي فيروس فاكتور عامل ضراوي قوي تمتلك هاي البكتيريا ويستطيع احداث انفكشن ان ذا هوست هيومن. ايضا السكند العامل الثاني المشترك بين هذه الفاميلي they grow in the presence of oxygen، تنمو هذه البكتيريا وهذه العائلة بوجود الاكسجين، لهذا السبب therefore causes infection at sites where oxygen tension is high for example in the length and other visceral tissue. على هذا الأساس نلاحظ أن هذه العائلة أنها متواجدة وتحدث infection وين بالأماكن اللي موجود عندهم فيها اللي تحتوي على الأكسجين tension is high، تحتوي على تراكيز عالية من الأكسجين على سبيل المثال اللنج الرئتين والأذر فيجوال تيشوز والأنسجة الحيوية الأخرى تكون تماس مع الأكسجين. It is helpful to consider this organism as follows. أول those that are primarily or exclusively pathogens of human respiratory tract، على هذا الأساس أنه هذه الكائنات محددة okay exclusive من يعتبر pathogen for human host، يكون باثوجين للإنسان، وإن لاحظ من هذه البكتيريا المميزة بهذا وأصيب respiratory tract infection قناة التنفسية للإنسان هي بكتيريا الهيموفيلوس على سبيل المثال هيموفيلوس إنفلونزي هذا الجينس، وجنس الثاني بورديتيلا مثلا بورديتيلا فيرتيوسي سبنس عالديكي والليجيونيلا النيموفيلا يسبب لنا ذات الريب. إذا هذه كلها الأماكن وين راح تكون respiratory tract infection. عندنا مجموعة ثانية يسمى بالسيدوموناس an organism that can infect a wide variety of tissue and whose virulence is potentiated by certain immune compromises. شنو معناها؟ نقصد به انه عندنا ايضا جنس اخر يسمى بالسيدوموناس عادة هو سيدوموناس الايروجينوزي وبعض يسمون سيدوموناس الايروجينوزي لكن يكون مسكم يسمون سيدوموناس الايروجينوزي. هذا الكائن يستطيع انفكتد وايد فيرايت اوف تيشو فانسجه جدا كبيره من الانسان واكثر موجود هذا بالهوسبيتال اكوارد انفكشن اصابات بالداخل المستشفى، الناس يكون راقدين بالمستشفيات وبهذه الحاله راح شنو يكون الاميون سيستم شلون يكون من نوع الاميون كومبرومايز يعني ضعف بالجهاز المناعي اوكي، فعلا يكون ضعيف بالجهاز المناعي متواجد بالمستشفى ممكن التالي يصيب بسيدوموناس ايروجينوس. بعد ثالثا those that are primary pathogen of animal that is zoonotic، عندنا بعض الكائنات تابعة لمجموعات تسمى بالزونوتيك أورغانيزم. زونوتيك أورغانيزم يعني كائنات اللي لها القابلية بإصابة شنو تو هوست تصيب الهيومن اند انيمال ات ذا سيم تايم، إلى قبل تصيب الإنسان والحيوان بنفس الوقت، هاي يسمونه بالزونوتيك أورغانيزم. على سبيل المثال بروسيلا والفرانسيسيلا والباستوريلا for which human are accidental host، لكن اكثر اصابات يكون اعتيادي راح يصيب بدايه تصيب الهيومن العفو بدايه تصيب الانيمال الانسان، لكن بعض الاحيان ممكن ينتقل من الانسان بحالات الاكسيدنت اوكي. عندنا also your cenobacterium is a member of the family enterobacteriaceae، it is included in this chapter because it is non gastrointestinal gram negative. ايضا عندنا الكائن اخر هو ياسين بيستس اي ايضا يعتبر من نن جاسترونتستينال ايضا يكون جرام نيجاتيف برود ويكون غير متواجد بالقناه المعويه المعديه ايضا وهذه لكن ايضا تابعه للعائله انتيروبكتريسي ووضعين ضمن هذه الترتيب.
اوكي، هذه يرسينيا بيستس، هو المجاميع من الانواع البكتيريه قلنا مثل بروسيليا وفرانسيسيليا وهيموفس انفلونزيا والجونيليا نيموفيليا والباسوريليا مورتو سيدا وسيدوموناس الايروغينوسا ويرسينيا بيستس. اوكي، راح ناخذ عندنا الاهم نوعين، هو الاهم نوعين حسب شنو الوقت اللي قاعد، ولو كل انواع تقريبا يكون مهمه طابته. هيموفيلوس ناخذ اول جنس هو الهيموفيلوس، بينما المحاضره هيموفيلوس من ان شاء الله بهذه المحاضره، وعندنا محاضره اللي بعدها ناخذ بورتيتيلي، بورتيتيلي بيرتوسيس سابينا وبنكا سعال دي كام محاضره بعد، يعني تقسم هذا الشابتر الى 2 بارت، بارت هذا الثاني بورتيتيلي بيرتوسيس، وهذا البارت الاول اخذ هو هيموفيلوس، هيموفيلوس انفلونزا بالذات. هسه الهيموفيلوس شنو؟ هذا الخلايا الهيموفيلوس ايش فيهم؟ Cells of Haemophilus influenza, the major human pathogen of this genus, are pleomorphic, ranged from Coccobacilli to long, slender filamentous. إذن أهم species واقع من هذه الجينس Haemophilus هو Haemophilus influenza. من ضمن هاي مميزاته، صح نذكر هو عبارة عن جرام نيجاتيف فروز، لكن يمتاز بميزة جدا مهمة يسمى بالبليومورفيك بيومورفيك اورجانيزم، كائنات تكون متعدده الاشكال، اي بمعنى اخر تكون اكثر من شكل واحد. عاده تكون اشكال ما تقع ما بين الرينج من كوكو باسيلاي من عصويه كروي الى لون، من تكون شكل عصويه كروي صغيره الى لون يكون اطول، وبعدين يعني تكون على شكل سلندر في المنتصف يكون خيطيه نحيفه. هذه الهيموفيلوس انفلونزا والاتش انفلونزا ما يبرودوس كبسول 6 capsular type have been distinguished or may be encapsulated and encapsulated. نلاحظ ايضا من هذه الصفه الاولى ان عشان قلت تمتاز بالبليومورفيك بينوميا او اورجانيزم ظاهره تكون متعدد اشكال. ايضا الصفه الثانيه تمتاز بانه الاتش انفلونزا تنتج كبسول عاده. هذا الكبسول شلون راح يكون عباره عن 6 capsular types يعطيها 6 انواع مصلية سيرو تايب اعتماد على من على نوع الكبسول، او بعض السلالات ممكن ان كبسولة غير محتوية على كبسول. نلاحظ بالفيجر 2، هذا فيجر 2 هيموفيلوس انفلونزا، نلاحظ بالالكترون مايكروغراف، مايكروغراف يعني ماخذين بالالكترون مايكروسكوب مش الالكترون، ماخذين صورة يسمى بالالكترون مايكروغراف، هذه الصورة تبين كل تفاصيلها هذا المجهر، يبين شنو؟ يبين شوينج thick capsule، هذا الكبسول يكون thick سميكة، هذه هي البكتيريا وهذه هي الكبسول. اوكي، وعلى ضوء هذا الاساس انه استطاع العلماء يصنفون عندنا 6 capsular serotype. اوكي، the capsule is an important virulence factor serious invasive hemophilus influenza disease is associated particularly with capsule type B. هذا الصفة الثانية قلنا الكبسول يعطي يعتبر هو important أو high important virus factor. High important virus factor عامل ضرارة مهم لهذه البكتيريا. ليش؟ عشان يساعد عليه من على حدوث infection الإصابة. ويلوحظ أنه أفضل نوع إلى قابلية إحداث الإصابة يكون associated with human مرتبط هو نوع يسمونه بي، يسمونه ال HIV. ال HIV معناها شنو؟ ال H معناها هيموفيلوس، وال I انفلونزا، B معناها كبسولار تايب B. الكبسول قلنا يحتوي على عباره 6 انواع من الاي بي الى اخرين، والبي هو يكون اكثر ضراوه. Which is composed of polyribose phosphate. هذا الكبسول تكون طبيعه عباره عن polyribose phosphate. اوكي؟ ال HIV is especially important as pathogen of young children, although it can cause disease in individual of all age groups. طبعا هذه ال HIV لا قابلية شنو تصيب all age groups، كل مجاميع وكل أعمار الإنسان.
البشر. لكن اكثر اصابه وين يكون مور انفكتد؟ يصيب اليانج تشيلدرن، اطفال دور اليانج تشيلدرن، اوكي، بهذه الاعمار. نون تايبيبل اللي يكون ان انكابسوليتد سترينز مي اولسو كويس سيريس ديزيز اند ار سيجنفيكانت كويس اوف نيمونيا امونج اولدر ادلتس اند انديفيدجوال وذ كرونيك لانج ديزيز. لكن عند بعض السلالات يسمونها الانكابسوليتد غير محتوى على الكبسولة، يسمونها نون تايبيبل سترين. هذه ايضا تعتبر بعض الحالات، وايضا اصابات يكون هنا قليله، ايضا تعطيني قد يكون دور مهم احداث انفكشن اوف ذا نيمونيا، احداث يكون اصابه يسبب منه ذات الرئه المن الاولدر ادرس، يعني الناس الكبار بالسن نتيجه يكون شنو يكون اميون، يعني اميون كومبرومايز انديفيدجوال، ناس يكون يضعفون المناعي، واذا صعد ضعف المناعه بالتالي راح يسبب لنا الاصابه وبالتالي راح يكون لنا اللنج ديزيز، اوكي. او بعض الاحيان الاشخاص مصابين يكون اشخاص اولدر ادلتس، يكون اشخاص الكبار بالسن مصابين بكرونيك لانج ديزيز، امراض رئويه مزمنه غير اصابه بالهيموفيلس انفلونزا، بالتالي ممكن انه يصابون بهذه الهيموفيلس يكون نون تايب ايبل او انكابسوليتد سترين، اوكي، متى راح يصير عندهم نيمونيا ذات الرئه. يعني معنى اخر انه هذه ذات الرئه او هذه الهيموفيلس انفلونزا يكون فري مهم، ايضا يكون لهم جرح دول بهذه الاصابه. ندرس اولا ناخذ الابيديمولوجي مالته، ومن ثم ناخذ الباثوجينيسيس امراضيته، ومن ثم ناخذ الكلينيكال سيمبتومز اهميته السريريه لحدوث امراض، ومن ثم ناخذ اللابراتوري ايدنتيفيكيشن، اوكي. زين ناخذ الابيديمولوجي، اذا شنو راح نعرف انه من ناحيه الوبائيه هذه البكتيريا. الاتش انفلونزا عاده هي تعتبر هذه البكتيريا از نورمال فلورا، بكتيريا طبيعيه موجوده وين؟ بالابر ريسبيرتوري تراكت، بالقناه التنفسيه العليا ان هيومن، اوكي، اذا هي موجوده از نورمال فلورا بالابر ريسبيرتوري تراكت ان هيومن، وممكن انه كولونايز ذا conjunctiva and genital tract، ممكن بعض الاحيان انه تستعمر الكونجكتيفي، كونجكتيفي يعني ملتحمة العين، ويصيب التهاب ملتحمة العين، ممكن يصير أيضا يصيب جنتال تراكت القناة التناسل، إذا ممكن هالموقعين ممكن يصيبهم، أوكي. ولوحظ أنه ال H influenza شبيهة أنه colonization begin shortly after birth، يعني من بعد الولادة مباشرة بعد الولادة، انه هذا الانفنت هذا الطفل او النيونيت الطفل الحديث سوف يصاب بمن؟ بالبكتيريا الان انكابسوليتد سترينز، سلالات الاتش انفلونزا ما محتوى عليه من على الكبسول، هذه حالة. وايضا حالة اخرى ممكن فيما بعد ممكن يصاب بالاتش اي بي فيما بعد، اوكي. وهذه الاتش اي بي تعتبر عادة يوجوالي سبوراتيك ان أكنس، وردك إنه كنس يعني يكون يصيب الإنسان على شكل يكون فترات متقطعة، not continuous period، ما يصيب على شكل يعني فترات يكون مستمرة، يعني فترة يعني بين فترة وفترة نلاحظ هذه موجات من الإصابة بال H influenza، زين، أوكي، زين. ندرس هنا الباثوجينيسيس قلنا الأمراضية. نلاحظ هنا الدور الامراضيه شلون، خلينا نقرا بعدين افهمكم. اتش انفلونزا از ترانسميتد باي ريسبيرتوري دروبليت اميونو جلوبولين اي الاي جي اي بروتييز برودوس باي ذا اورجانيزم ديجريز سيكريتوري اوف الاي جي اي. انه الاتش انفلونزا شنو ذكرت؟ نورمال فلور موجوده بالابر ريسبيرتوري تراكت بالقناه التنفسيه العليا، وممكن هذه تنتقل من انسان عاده اذا كانت هذه البكتيريا باثوجينيك مرضيه، ممكن تنتقل من الشخص البيشنت الى الشخص يكون هيلث انديفيدجوال عن طريق الريسبيرتوري دروبس
عن طريق قطيرات التنفس، يعني مثل كاف ممكن، أو واحد بجوار الثاني صار عنده في كاف قوي ممكن نقلق من الشخص إلى هذا الشخص. أيضا عندنا هذه ممكن تدخل زين، عندنا نفس هذه الحالة إنه شنو ذكرت، إنه بعض الأحيان تعتبر النورمال ممكن مصدر شنو أكزوجينس سواء مصدر خارجي. على العموم كل الحالتين من مميزات اللي تجعل هذه البكتيريا إلى قابلة على المرضية، صحيح ذكرت إنه بالبداية إنه تعتمد على الكبسول هايبرونسبكتر، لكن أيضا ميزة أخرى إنه هذه البكتيريا لا قابلة لإفراز إنزيم يسمونه الـ IgA بروتيز أو إميونوجلوبولين A بروتيز. هذا الإنزيم يعمل على تحلل الأجسام المضادة الموجودة وين؟ موجودة بالجهاز التنفسي العلوي، يعني الميوكاس هذا المخاط موجود بالأبر ريسبيرتوري تراكت القناة التنفسية العليا، هذه شنو يحتوي على الـ IgA أجسام مضادة، هاي الأجسام المضادة شنو دورة؟ دورة تقتل الجراثيم الموجودة بالأبر ريسبيرتوري تراكت. لكن هذه البكتيريا شنو راح تفرز انزيم انزيم الاي جي اي بروتيز، وبالتالي شنو تحلل ديكريت سكريتوري اي جي اي متحلله، وبالتالي راح تقضي عليه من عليه تقضي عليه المناعه الموجوده بالابر ريسبيرتوري تراكت ميوكوز ابر ريسبيرتوري تراكت ميوكوز. اوكي، اذا هذا العامل ضرر يكون جدا مهم لهذا البكتيريا، وبالتالي يسهل انه شنو يسهل الـ H influenza can enter the bloodstream and disseminated to distinct sites، وبالتالي يسهل دخول هذه الـ H influenza الى مجرى الدم bloodstream، ممكن disseminated تنتشر الى distinct sites الى مواقع اخرى داخل الجسم. اوكي زين، نلاحظ ما هي الامراض اللي ممكن يسببها الـ H influenza. نلاحظ بهذا الفيجر 3 تكون يعني 2 كاتيجوريز تحت الرتبتين. شنو نقصد به؟ اول فيس disorders such as الاوتيتس ميديا والساينوسايتس والابيجلوتيتس اند برونكو نيمونيا ريزلت فروم كونتاجيوس سبريد اوف ذا اورجانيزم فروم اتس سايت اوف انفكشن ان ذا ريسبيرتوري تراكت. يعني نلاحظ هذا الفيجر شو بين انفكشن اصابه المسبب من خلال الاتش انفلونزا. هذا الحقل شنو مظللين لو شوفوا هذا يكون افتح وهذا يكون اطوى خالد، شنو نقصد بكاندينياس الكاندينياس سبريت، هذا الانتشار نتيجه التلامس اوف انفولفينج ان انكابسوليتد سترينز فروم سايت اوف كولونيزيشن ان ذا ريسبيرتوري. عاده بالسلالات هذه يكون انكابسوليتد غير مكبسله مو من الهيموفيلوس انفلونزا، وايضا متواجده قلنا بعض السلالات موجود بالازنورم فلورا، بالتالي اذا صار عندنا ضعف بالجهاز المناعي على الانسان ممكن تنتقل من الى اماكن اخرى. قلنا الاصابات اللي تحدث ممكن اوتيتس ميدي التهاب الاذن الوسطى اللي يصير هنا، والساينوسايتس اللي الجيوب الانف الجيوب الانف هنا نعرفه، والتهاب الاذن الوسطى، او ممكن يسمونه برونكونيمونيا التهاب الرئه. اوكي، هذه عندنا البارت نمبر 1 او عندنا الكاتيجوريز رتبه نمبر 1. ثانيا شنو هذا فيس، ثانيا ديس اوردر، هذه الاضطرابات او الامراض اللي ممكن تحصل انه يسبب من المننجايتيز والسبتيك اريثرايتيز التهاب المفاصل والسيلولار او سيلولايتيز ريزلت فروم ذا انفيشن اوف influenza in the bloodstream. يعني هذا عندنا disseminated spread of involving capsular type B strain via bloodstream. أكثر سلالات شلون تكون من نوع ال HIV، بينما أكثر سلالات شلون تكون من هذا النوع يكون unencapsulated. هذا ال HIV أكثر سلالات شنو راح يصيب؟ يكون أخطر، بالتالي راح تنتقل عن طريق بلاستريم وسبب مننجات التهاب السحاب. التهاب السحاب وين يصيب؟ البرين الدماغ، بالتالي وكثير من الحالات تؤدي إلى الموت، أو ممكن سبب للإبي جلوتايتس، إبي جلوتايتس التهاب المزمار، أو بعض الأحيان سبب للسبتيك أريثرايتس التهاب مفاصل. أيضا نلاحظ يكون إصابته وخطورة هذه ال HIV يكون أكثر، يكون خطرة عما هو عليه بال الانكابسوليت السترين. اوكي، اذا هذه عرفنا الباثو جينيسيس لهذه البكتيريا. بعد شنو بدنا نعرف؟ نريد نعرف الكلينيكال اسمها اهميتها
شنو يقول لك كلينيكال كلينيكال سيجنيفيكانس يعني أهمية السريرية نقصد بها عشان لو تلاحظوا إنه هذا باثوجينيسيس دراسة شنو ما هي الفيروس باكتر عوامل الضرر اللي تمتلك البكتيريا هو الأمراض اللي يسبب هنا عندنا كلينيكال سيجنيفيكانس من هذا الأمراض ما هي الأمر أكثر أمراض يكون خطرة تصيب الإنسان هو أولا هل تعتبر هذه البكتيريا تكون مهمة وبالنسبة للإصابة نعم تعتبر جدا مهمة شنو السبب؟ انه عاده السلالات ال HIV تسبب من واحد من الامراض الجدا مهمه وخطره يسبب منه شنو بكتيريال مننجايتيس بكتيريال مننجايتيس على قراءه اتش انفلونزا هاز بين ليدنج كوز اوف بكتيريال مننجايتيس طبعا التهاب السحابه بالمناسبه عندنا كثير من الكوزيتيف ايج العوامل المسببه لها قد يكون فايرال مننجايتيس التهاب السحابه يكون فيروسي او قد يكون بكتيريال مننجايتيس التهاب سحايا يكون بكتيريا طبعا افكر اقول التهاب سحايا يعني معناه شنو قلت لنا صار وين بالبرين بالدماغ بالتالي راح يصير باراليس شلل ممكن كثير من الحالات تؤدي الى الدف موت انسان خاصه بالانفعال في الاطفال اذا هذه البكتيريا تكون جدا مهمه دراستها ومعرفتها وتشخيصها والاهتمام بها وايضا كشف الفاكسين من الناس موجود عندنا الفاكسين يعني اكتشفه وصرح له انطلق له اذا هذه البكتيريا برايمري ان انفنت اند فيري يونج تشيلدرن اكثر اصابات تصيب الاطفال والفيري يونج تشيلدرن شنو السبب يعني يكون الاطفال عاده شلون يكون اميون سيستم مالتهم امبيرد يعني اميون سيستم الجهاز المناعي يكون ضعيف وهذه الاصابات اكثر شيء نلاحظه موجود عندهم المننجاتيز شنو والكونجكيشن مرتبطه مع الاوتيتس ميديا اكثر شيء نلاحظه انه اصابات الاوتيتس ميديا مع المننجاتيتس اوكي اذا هاي البكتيريا جدا مهمه زين السؤال الثاني انه هل يوجد فاكسين ذات اجينست الاتش اي بي نعم موجود عندنا الفاكسين هذا اللقاح يعمل يكون ضد الاتش اي في و اللي ضد سلالات الاتش اي في وهذا اللقاح بي ادمنستريد تو انفنت يعطي الاطفال هاز دراماتيكلي ديكريز ذا فريكونسي اوف سيتش انفكشنز وهذا يعطى للاطفال يكون بالمراكز التلقيح موجوده عندنا ببلدنا وكل البلدان تقريبا موجود عندنا يعطى لهذه الانفنت بصوره دوريه تكون مستمره حتى يقضي على هذا ولهذا السبب راح نلاحظ نادر ما نلاحظ انه الاطفال مصابين بهذه ال اتش اي في شنو السبب؟ لان اللقاحات تعطى مجانا ومستمره للاطفال. نلاحظ هنا بالفقر أربعة شلون راح لاحظ؟ incidence of hemoglobinism type B meningitis in وين موجودة؟ بالبيدياتريكس population بالمجتمع الأطفال بالبيدياتريكس population وين؟ بالولايات المتحدة الأمريكية. راح نلاحظ أنهم من سنة 1980 إلى سنة 2000 وخذ هذا البحث أنه incidence مدى أو الحالات لكل 100,000 من البوبيليشن او بياتريكس بابليش كل 100,000 من الطفل اجوا شنو اعطوه هذا اللقاح طبعا بالمناسبه اللقاح علما يشتغل عليه من يسمونه علم البولي رايبوز فوسفيت البي ار بي بي من بولي والار هو من الرايبوز والبي ثان من فوسفيت هذا شنو قد عباره عن كبسول موجوده او تحتوي هذه البكتيريا بدايه المحاضره ذكرت شنو وهذا يعني هذا الكبسول شنو which is منين تكون هذا الكبسول عبارة عن بولي رايبوز فوسفيت ال HIV إذا هذا الكبسول من خلاله إنه استطاع يكونون لقاح ضد ليش إنه فيروس فاكتور عام ضرر وأهم هو هذا الكبسول وإذا كون إنسان مضاد ضده بالتالي شنو راح نقضي عليه البكتيريا أوكي لاحظ أنا في هذه السنوات شنو خلال من 1980 كانت إصابات كل شوية لكن باستخدام هذه فيروس إنفلونزا HIV واستخدام اللقاح البي آر بي هذه لاحظوا نسبة الإصابات كلش قليلة ها وين؟ بالUnited States أوكي؟ زين بعد كلينيكلي ال H إنفلونزا مننجايتيس is indistinguished from other بيرلند مننجاتس شنو نقصد انه هذه الاصابات اللي تسبب المننجاتس باي انفكشن وذ اتش اي اتش انفلونزا او اتش اي بي ان ديستينجش
ممكن تميزي indistinguish able، ما ممكن تميزي عن البورلنت مينينجايتس. يعني كثير من الإصابات قلت أنه تحدث إصابات مينينجايتس، لكن صعب أنه تميزي هذه البكتيريا عن بقية الأنواع البكتيريا. لازم شنو يجي؟ يجي بعد تالي الفحص المختبر. نلاحظ المورتاليتي from meningitis is high in when an untreated patient. عادي عندما يعطى لقاح ويعطى الانتباهيك يكون نسبة الإصابات أو نسبة المورتاليتي ريت معدل الوفيات جدا 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 قليل. لكن أن بعض الحالات بعض الشعوب اللي ما متعالج أو ما يعطى اللقاحات أو ما معالج هذا البيشنت انتريد راح يكون نسبة الإصابات يكون جدا عالية وتقريبا but appropriate therapy reduce mortality to about 5%. لكن عند استخدام العلاج واللقاحات نسبة الوفيات أصبح تقريبا 5%، يعني نسبة الإصابة جدا قليلة. ننتقل بعد ما فهمنا هنا هذا موضوع clinical significance، ننتقل إلى دي هو laboratory identification. كيف نشخص هذه هذا الكائن؟ هسه شنو قلنا اللابراتوري ايدنتيفيكيشن او اللابراتوري تشخيص مختبر. طبعا التشخيص المختبر هذا قلت فكرت انه البكتيريا جدا مهمه لانه احد من السببات الرئيسيه هو سببنا البكتيريال مينينجايتس وعرفنا خطر. اوكي يجي هنا كيف ممكن نشخص هذه المختبر. طبعا خلينا استرسل بهذا وبعدين اواصلكم. دي افينيتيف diagnosis generally require identification of the organism, for example by culture on chocolate agar. احنا عادة sample منين نحصلها؟ يعني لو كان مصاب هذا اجى للطبيب والطبيب شك في انه مصاب بالمنجاتز. اوكي زين، عادة انه ذكرت انه هنا اجى الطفل ومراجعتين راجع الطبيب وانه الطبيب شك انه كان مصاب بالبكتيريا او مننجات بصوره عامه. اوكي من مصاباته انه درجه الحراره تكون مفاجئه لهذا البيشنت. اوكي وكان يتوقع انه هذا مصاب وخاصه اذا كان غير ملقح أو بعض الأحيان حتى التلقيح يحتاج إنه بعض كان التلقيح يكون غير متكامل من أعطاء الدوزات. أوكي يعني عدم أعطاء نتيجة ممكن بعض الأحيان يعني الطفل أو أم الطفل ما ماخذ هذا الموضوع على محمل الجد. المهم إنه كان الفاكسين بخلل ما. اوكي او بعض الاحيان ممكن هذا الفاكسين الاصابات يكون بعد الفاكسين وراء سنوات ايضا ممكن انتهت انا هذه فعاليه الفاكسين بالتالي ممكن يتعرض الى اصابه ثانيه خطره قويه ممكن تحدث اصابه. المهم انه كان شك بها شو راح يسوي؟ ممكن يطيب البدايه التريتمنت يكون مباشره الطبيب اللي يتوقع يكون هذا البكتيريا انفكشن بكتيريا مينينجايتس ويعطي وبنفس الوقت يرسل ايميل تحليل المختبر. ما هي السامبل اللي ممكن انه يفيدنا؟ اكثر سامبل ياخذ منين؟ من هو اما يكون من البلاد او ياخذ من السي اس اف. سي اس اف يعني معناه سيرو برو سباينال فلويد سائل النخاع الشوكي. سي هذا من سي والبي من هذا الاسم من سباينال والاف من اف اذا سيرو برو سباينال فلويد. اما ياخذ بي سي اس اف او ياخذ بلاد سامبل عاده اللي سي اس اف ما ياخذ الا يكون طبيب متخصص. ليش؟ شنو السبب انه ياخذ ما بين الفقرات هذا سائل النخاع الشوكي وبالتالي عمليه يكون اخذ العين يكون جدا خطره جدا خطره ولازم يحتاج طبيب متخصص او ياخذ هنا يكون عينات من البلاد. اوكي زين هذه البلاد اللي متزرع احنا عادة ما نزرع علمن على بلاد اجار، نزرع عادة على شوكليت اجار. حضر وساط شوكليت اجار ونزرع عليه هذه ونبقي تقريبا يوم الى يومين ونفحص النتيجة. زين سببنا شنو السبب انه نفحص هذه البكتيريا علمن ونزرع على شوكليت اجار ما نزرع على بلاد اجار؟ ما نعرف انه الاتش انفلونزا از فاستيدس اند ريكواير سيجمنتال وذن. هذه البكتيريا عادة تكون بكتيريا فاسدة حساسة وتطلب نموها المن تحتاج تو فاكتور عاملين
عامل يسمى بالفاكتور اكس اللي هو هيمين. هذا وين موجود؟ موجود بالار بي سي كريات الدم الحمراء بعدين احللها. شكرا لك. تعرفون انه البلاد نحضر، يعني نحضر بلاد جاربيش ونضيف اللي بعدين وين نحضره، نخرجه من الاوتوكليف ونتركه ربع ساعه نص ساعه تقريبا يفرد، ونضيف له البلاد هذا في نسبه محدوده عند البلاد، ومن ثم هذه يتحول لمن؟ عفوا تركي نعم ربع ساعه، ونضيف عليه بلاد الحول اللي هون يكون شوكليت ويسمى بالشوكليت اجار. هذه بعد ما يتحلل الدم راح يفرز شنو؟ يكون عامل الاكس فاكتور يسمونه هيمين. والفاكتور الثاني يسمونه الفي. هذا الفي عباره عن شنو؟ هو عباره عن نيكوتين امايد ادينين داينوكليتايد نات. نيكوتين امايد الاي مال الادينين، الاولى مال نيكوتين امايد، والدي مال هاي الثانيه ثالثه من داي نوكليتايد. هذا يسمى الفي فاكتور. هذه تحتاجها ضروريه لانماء هذه البكتيريا. يمكن تتكون قلنا وين كلتشر اون شوكليت اجار لايسيت بلاد اجار بروفايد ذيس جروث فاكتور. اوكي، لكن ما نستطيع بس كان نوت في اجر على بلاد اجار بيس او شوكليت اجار ما راح تزرع، ما راح تنمل. عفوا سبب ليش؟ انه ما راح يكون هاي تو فاكتور، الفاكتور اكس وي فاكتور يكون بعد ما يتحلل الار بي سي. متى متحلل؟ عندما حفظ وصل شوكليت اجار. صار مفهوم عندكم؟ بعد عندنا ايضا ملاحظه انه ذكرت ناخذ اما بلاد سامبل او سي اس اف. بعض الاحيان عندما نريد نزرعها من الفارنجر كلتشر، من الفارنجر كاشر يعني نزرعها، ناخذ مسحات من الفارنجر سواب ونزرعها على وسط، لكن شلون تكون ان كونسلوزيف ميثود، يعني طريقه ما راح تعطينا نتائج مضبوطه. من ليش؟ لانه عاده قلنا شو ذكرت تكون هي نورمال فلورا، بينما نزرعها من البلاد او سي اس اف تعدي داخل البلاد السيدين وبالتالي تعتبر باثوجين. هذه هي البكتيريا المرضي. اوكي، اذا هذه الطريقه الاولى للتشخيص. سؤال، هل ممكن شخصها مناعيا؟ الجواب نعم. عندنا رابيد دايكنوسيس از كروشال بيكوز اوف ذا بوتنشال فلومنت كورس اوف تايب بي انفكشن. ممكن ايضا نزرعها من قبل ان نقول نزرع عنيها، ناخذ عندنا نزرعها قلنا على الشوكليت اجار ونلاحظ. شو راح نلاحظها؟ بفيجر 5 ننتقل 5 هذا الفيجر وخلاصه هيموفيلس انفلونزا. لا، عندما نزرع على الشوكليت اجار تكون بهذا الشكل. اوكي، وهذا الشكل عندما شنو ناخذ جزء من عنده ونفحصها، نصبغها صورة جرام ونفحصها شنو تحت المجهر، راح نلاحظ يكون جرام نيجاتيف بروت، وتمتاز بظاهره شنو قلنا شكل بليومورفيك متعدد اشكال بالشيء، يكون رينج يكون مداها من يكون سمول كوكا باسيلاي الى لونج سلندر في المنتص، من يكون كوكا باسيلاي الى يكون اطول، يكون على شكل سلندر في المنتص. لاحظ بهذا الشكل. اوكي، بعد هذا قلنا شنو اذا زرعها ثم فحص بالمجهر راح يكون هذه اشكال، يعني جرام سين اوف سي اس اف يكون شنو يكون كاملي ريفيل بليومورفيك، يقولون تكون جرام لك كوكا باسيلاي وتكون تمتاز ببليومورفيك مورفولوجي. اوكي، هاي نمبر 2. التشخيص عندنا ايضا مناعي، ممكن شلون؟ ممكن ثالثا ممكن نزرعها شلون او نشخص العفو منها شلون؟ تايب بي كبسول مي بي ايدنتيفاي دايركتلي ان سي اس اف ايذر باي كبسولر سكوينج. نجي الاختبار يسمونه سكوينج او يسمونه كولينج رياكشن، هذا اخذناه بالمحاضرات الاولى. هذا احد الاختبارات المناعي المهمه، ممكن نلاحظ هذا الانتباه يعبر على يبين لي وجود هذه ال اتش اي بي او الكبسول اللي تمتلكها هذه البكتيريا، او ممكن الطريقه الرابعه ايضا طريقه مناعي يسمونها اميون فلوريسنس سكرينينج. اوكي، او ممكن انه كابسولار انتيجين مي بي ديتكتد ان سي اس اف او اذر بدي فلويد من خلال استخدام اميونولوجيكال تيست، او ممكن عندنا رابعا استخدام الطرق المناعيه الاخرى اميونولوجيكال تيست، ممكن نستخدم اللاتكس اجلوتينيشن لازم لاتكس، او ممكن نستخدم الالايزا، او ممكن بعض الاحيان نستخدم الراديو اميون اسي. هاي جميعها طرق مناعيه. اذا هذه يكون لو تلاحظون تعدد بالطرق المناعيه شنو السبب؟ لانه هذا البكتيريا يكون فيري دانجر
الخطرة، وبالتالي يجب أن نبحث على أسهل وأفضل يكون طريقة مناعي تعطي نتائج تكون أسرع وأدق. أوكي، هسه خلصت التشخيص المختبري، ننتقل إلى موضوع التريتمنت والبريفنشن. شنو نقصد المعالج والمنع؟ طبعا نعرف ان المعالجه بعد حدوث الاصابه، والمنع شنو؟ الوقايه، الوقايه قبل لا نعالج هذا الانسان، قبل لا يعني يصاب. بمعنى اخر نعطيه الفاكسين، دائما يعطى الفاكسين من للشخص قبل ان يصاب، قبل حدوث الاصابه. تريتمنت العلاج بعد ما اصاب هذا الطفل، ما هي كيف يعالج هذا الطفل؟ When invasive H influenza is suspected, suitable antibiotic, for example, نعطي عادة إنه يكون طبعا يجرى اختبار حساسية دوائية بالنسبة لكذا الطبيب، راح يجرى يقول له يسوي له تيست من لابراتوري دياجنوستيك شخص المختبرية، وبنفس الوقت اكو اختبار يسمونه antibiotic sensitivity، اختبار حساسية دوائية. اوكي، هذا البيشنت هذا الطفل عادة من الانتيبايتك اللي تستخدم له وتعطي يكون فعالية هي من نوع الثيرد جنريشن سيفالسبورين، يسمى بسيفالسبورين الجيل الثالث، اللي هي على سبيل المثال السف اللي يكون السف تراكسوسون، او يسمونه بي ال او ثاني يسمونه بي سي اف او تاكسين. should be started as soon as appropriate specimens have been taken for culture. إذا فد ملاحظ أنه إذا شك أنه هذا الطبيب المصاب بالبكتيريا المنجاتس يعطى لتريتمنت يعالج هذه شنو المريض، يعطي من ثيرد جنريشن سيفالسبورين هذا الانتيبايوتيك من نوع السيفالس من الجيل الثالث، يكون از دايركتلي شنو شود بي ستارتد از سون از، يعطي مباشرة بدون قبل لا ينتظر، يعني يجي لهذا الطفل المصاب وشك انه هذا الطبيب يكون مصاب بال H انفلونزا او HIV، ايش راح يسوي؟ راح يعطيه هذا الانتي بايوتيك يكون ثيرد جنريشن سيفالسبورين، وبنفس الوقت يجري التحليل يشيك انه اي بكتيريا صحيه هاي، وبنفس الوقت التحليل الثالث يسوي الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي اختبار حساسيه دوائي، وبعد ما يعطي يمتى ما تطلع النتيجه خلال يوم يومين يراجع يجي هذا المريض ويعطي الطبيب انه كم نتيجه الاختبار اذا كانت هي بالفعل موجوده، واذا اختبار حساسيه بالفعل انه هذا المضاد يظل يستمر عليه، واذا كان هو مصاب بالهاد انتبايتك سنتيف ما كان له فعاليه، يعني ما استجاب العلاج، ما هي المضادات اللي ممكن تعطي فعاليه على ظل نتيجه ابو المختبر ويصرف العلاج. اوكي، فهمت شنو نقصد به؟ Antibiotic sensitivity هذا اختبار حساسية الدوائي is necessary ضروري، ليش؟ بسبب خطورة emergency of strain resistant of antibiotic، خطورة أيضا هذه البكتيريا عادة تكون مقاومة الكثير من المضادات المستخدمة لعلاج هذه البكتيريا. عادة يكون سلالات تكون with beta lactamase mediated penicillin resistant، عادة سلالات المضادة المقاومة اللي تكون من مقاومة البيتا لاكتميز ميتيد ميسين، هذا تفرز انزيم البيتا لاكتميز يكون مقاومه كثير من المضادات تفعل البيتا لاكتم. وعندنا ساين سايتس التهاب جيوب الانفي والاوتيتس ميديا التهاب الاذن وصلات اند اذر ريسبيتوري تراكت انفكشن اصابات الاخرى الجهاز التنفسي ار تريتد وذ عادة يعالج هذه الإصابات بالترايميثوبريم ويكون مضاف إلى السلفا ميثوكزازول أو يعطى الأمبنسلين مع إكلافولانيت. هذه ممكن نلاحظها. شنو عندنا؟ أول إنديكيت فيس داين إدراك خط العلاج الأول، وعندنا إنديكيت ألترنيتيف دراك والبديلة. هذا عندنا الأول، هذا الأول أول من ضمن الفيس لاين إدراك والأدوية البديلة اللي نستخدمها. أوكي، وهذه فرص الأمراض اللي ذكرناها. هذا بالنسبة للعلاج. بالنسبة للبريفنت الوقاية ذكرناها سابقا، أكتيف immunization against HIV is effective in prevention invasive disease and also reduce respiratory carriage of HIV. انه لاحظنا بالفيجر هنا 4 ذكرناه انه يعطى هذا اللقاح، واللقاح هو يعتبر اكتيف ايمونيزيشن، وهذا اللقاح فعال ويعطي للاطفال، يعطي الاطفال بتاعي يعطي نتائج كلش
مهمة وقللتنا بكثير بكثير حسب ما قلنا بدراسة باليونايتد ستيت وين عام 2000 نسبة الإصابة. إذا هذا الكاري باكس هذا لقاح حالي جنرالي given to children young أكثر يعطى هذا اللقاح المن للأطفال يكون than إيش بيهم to children younger than age 2 years هذا العمر راح يعطي وراح يتكون هذا اللقاح ايش قلت انه كل اتش اي بي بوليمرايز بولي رايبوز فوسفيت البي ار بي كابسولار وايد رايت هذا اللقاح يعطى يكون ضد هذه الكبسوله عباره عن بولي رايبوز فوسفيت يكون كونجكيت مرتبط مع كارير بروتين اوكي عندنا اللي ريفان بين از جيفن برو فايلكتيك تو انديفيجوال ان كلوز كونتاكت وذ ا بيشنت افكتد عادة الإنسان إذا كان عند إنسان طفل مصاب الناس الملامسين له دائما شنو الطبيب يعطي للملامسين له يعطي الانتي وايت نوع من الانتي وايت يسمونه الريفامبين هذا من نوع يعتبر شنو برو بايلكتيك يعني يعطى كوقاية لأشخاص هذه اللي هم كلوز كونتاكت مرتبطين مع هذا المصاب يعطي من ناحية الوقاية يعني يتوقع ممكن انه ينتقل هذا الناس خاصة مثل الأم والأب والأطفال البيبي الصغار ممكن ينتقل مثال يعطى الرفاهيين حتى شنو يعطي من ناحية وقاية احتمال انه يصاب إذا أصاب ممكن يقضي على هذه البكتيريا. Particularly those patients with invasive disease for example HI and H influenza meningitis. Okay. وشكرا جزيلا لحسن اصغائكم طلبتنا الاعزاء واعيد واكرر انه اي سؤال او استفسار ممكن تراسلوني على القناه واجب عليه وعندنا هذا ذكرت انه الجزء الاول ومن ثم ننتقل ان شاء الله على الجزء الثاني وناخذ البردتله اوكي بالمحاضره البعد هذه وثم ينتهي الكورس اوكي وشكرا جزيلا